السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هيكون معادنا مع مراجعة جديدة من سلسلة مراجعات الكربولة ومنتجين جداد استخدمتهم مؤخرا وهم هاي ريم فايبر بوست واوفر سي ام ريزن سيمنت. المنتجين اللي معايا النهاردة منتجات ايطالية الصنع من شركة اوفر فايبرز، والوكيل بتاعهم في مصر شركة اهيلا دنت. هسيب لكم روابط التواصل معاهم وارقام تليفونات لو حابين ان انتم تستفسروا عن المنتجات اللي معايا النهاردة. كيت الفايبر بوست اللي معايا النهارده هي الستارتنج كيت بتاعت شركه اوفر فايبر، بيكون فيها 9 فايبر بوست و3 دريلات. الفايبر بوست اللي موجوده فيها سايز 0 و1 و2، سايز 0 باللون الاسود، سايز 1 باللون الاصفر، وسايز 2 باللون الاحمر، وفي كمان سايز 3 موجود لوحده او بيتباع ريفيل كيتس بيكون باللون الازرق. الفايبر بوست اللي معايا النهارده نون سريتد زيركون بوست، بوست من غير سريشن، السيرفس بتاعه رف، بيعمل بوندنج كويس جدا مع السيمنت. الدريلز بتاعته كمان مميزة جدا، واحد من افضل الدريلز اللي استخدمتها في البريبريشن. البريبريشن بتاع الدريلات هنا بيطلع فت جدا على الفايبر بوست، ما بيكونش فيه اي مشاكل اثناء السيمنتيشن. الطبيعي ان انت بتختار الفايبر بوست على اساس المقاس بتاعه، فلو جينا مثلا لسايز 0 اللي هو كولر كودد باللون الاسود، فالفايبر بوست هنا التيب سايز بتاعه مقاس 70 وتيبر 4% والطول بتاعه بيكون 19 ملي. اما الفايبر بوست اللون الاصفر بيكون مقاس 80 وتبر 5%، اما الفايبر بوست اللي باللون الاحمر فالتيب سايز بتاعه بيكون 80 والتيبر بيكون 6%. اغلب حالات اللي معمول لها علاج جذور بتحتاج اثناء الفاينل ريستوريشن استخدام البوست والكور بيلد اب، وطبيعي ان احنا بنقيم السنه على حسب عدد الميسنج جولد وعلى حسب الاماونت اوف ريمينينج دنتين ستراكشر، وبنقول اذا كانت السنه بتحتاج لفايبر بوست او لا. الفايبر بوست في الاساس بنستخدمه علشان نزود الريتنشن بتاع الريستوريشن، عشان نوزع الاستريسز اللي وقع على التوث، وعشان كمان نزود مقاومه السنان للانكسار. زمان كنا بنستخدم ميتال بوست، والميتال بوست كان ليها عيوب كتير، من اهمها ان الريتنشن كان قليل، ان اثناء تثبيت الميتال بوست في القناه بيعمل ويدجنج اكشن كانك بتربط مسمار في القناه، وبالتالي بيخلي القناه عرضه للفيرتيكال فراكشر. بعد كده ظهر لينا الفايبر بوستس بانواعها سواء جلاس او زيركون بوستس، والبوستات دي كانت مميزه بانها بتدي ريتنشن افضل، وان كمان بيتعمل لها سيمنتيشن جوه الكنال. ولكن مع الاحجام الكبيره والسريشنز البريبريشن بالدريلات كان بيبقى حجمه كبير داخل القنوات، وبالتالي كان بيقلل الدنتين ستراكشر جوه الروت كنال وبيخليه عرضه للكسر. مؤخرا ظهرت النوعيه اللي زي اللي معايا النهارده اللي هي فلات او سموث، البريبريشن بتاعها بيكون كونزرفتيف جوه الروت كنال. الكالر كمان بتاعها مميز جدا او مور استاتيك، يعني لو انت بتشتغل في اسنان بوستيريور يفضل دايما تشتغل بالزيركون بوست زي البوست اللي معايا النهارده. اما لو هتشتغل في اسنان انتيريور فممكن يكون عندك حل من اتنين، فممكن تشتغل بجلاس او زيركون فايبر بوست، ويفضل طبعا الجلاس فايبر بوست. لما بنيجي نشتغل في قنوات من القنوات اللي بنصنفهم كنارو كنالز يفضل دايما تشتغل بسايز 0، اما لو هتشتغل في ميديوم او وايد كنال فسايز 1 او سايز 2 اوبشنز كويسه جدا بالنسبه لك. اختيار البوست مهم جدا علشان ما تعملش اوفر بريبريشن جوه الروت كانال سيستم، وبالتالي تعرض الروت كانال سيستم بتاعك للانكسار، وفي النهايه بتحصل على فايبر بوست ريتنتيف بيدي سترينث للريستوريشن بتاعتك، بيدي ريتنشن قوي للريستوريشن، بيمنع انكسار السنه، بيساعدك انك تعمل كور بيلد اب للاسنان اللي بادلي ديكيد. والطريقه اللي كنا بنتبعها في الفايبر بوست هي ان احنا كنا بنختار البوست المناسب للتوس اللي معايا من الثلاث مقاسات دي، وبعد ما اختار البوست بشيل تلتين الجتابركة من القناة، بشيل تلتين الجتابركة وبسيب الابيكال سيرد علشان يحافظ على الابيكال سيل بتاعي، وبالتالي ما يحصلش اندونتك فيلير. بعد كده بنبدأ نعمل اتش للدنتين جوه القناة ونعمل له رينز بووتر، وبعدين نرجع نعمل بوندينج ونعمل سيمنتيشن للفايبر بوست. اما لو هتستخدم الريزن سيمنت اللي هو الاوفر سي ام، فده سيلف اديسيف ريزن سيمنت، انت مش هتحتاج تعمل اتشنج للقنوات ولا بوندينج، انت كل اللي محتاجه انك تشيل الجتابركه وتتاكد ان انت تخلصت من اي بواقي جتابركه وسيمنت على الوولز، وبعدين تبدا تعمل رينزنج، تغسل القناه وتنشفها بيبر بوينت، وتبدا تعمل انجكشن للريزن سيمنت اللي معانا اللي هو الاوفر سي ام. الريزن سيمنت ده مميز ان بيجي معاه تبات اسمها تي تب،
دي بتعمل اوتو ميكس للسيمنت، وتبات صغيره جدا بتركب على التي تيب علشان تعمل ديليفري للسيمنت جوه الروت كانال باقل نسبه اهدار للماتيريال. بعد كده بتعمل كوتنج للبوست بتاعك هو كمان بسيمنت وتعمل له ديليفري جوه الروت كانال، وبعدين تعمل لايت كيورنج لمده 40 ثانيه عشان يحصل بوليمرايزيشن للسيمنت ويبدا يحصل كومبليت سيمنتيشن للفايبر بوست. ده باختصار التكنيك اللي بستخدمه مع الاوفر فايبر بوست والاوفر سم سيمنت. ولكن يفضل عندنا مشكله واحده، الا وهي لو حصل لاي سبب من الاسباب فيلير ازاي هشيل الفايبر بوست. في الطرق التقليديه كنا بنعمل دريلنج للفايبر بوست اما باستخدام بيزو دريلز او باستخدام الدريلز الخاصه بالفايبر بوست نفسه، او كنا بنستخدم معاه التراسونيك تيبس. والتكنيكس دي بصراحه كانت بتبقى فيري ريسكي، لان انت معرض في اي لحظه انك تخرج عن الباسوي وانك تعمل دريلنج بره الروت كانال وبالتالي يحصل معاك بيرفوريشن. اما باستخدام الهايرين بوست فالشركه عامله جزء كلر كودد في قلب الفايبر بوست، عشان كده بيسموا الفايبر بوست ايزي ريموفال فايبر بوست، لان هو عامل لك حزمه من الالياف في قلب الفايبر بوست وكمان عامل لها الكلر كود عشان تكون انديكيتور ليك انت هتعمل دريلنج فين. وكمان الحزمه اللي في النص دي الدريلنج فيها بيكون سهل، بتكون ضعيفه الى حد ما وبتسمح بانك تعمل فيها دريلنج باستخدام فايلز. فده الجديد بالنسبة للفايبر بوست دوت، واللي خلاني متحمس جدا ان انا اعمل ريفيو عنه، ان الفايبر بوست هنا باستخدام مانيوال او روتري فايلز تقدر بسهولة جدا انك تعمل دريلنج في الحزمة اللي موجودة في النص، بعد كده تبدأ تعمل دريلنج فروم انتو اوت باستخدام اي روتري فايل، يعني ممكن باستخدام روتري فايل 25 تبر 4 تبدأ تعمل دريلنج فروم انتو اوت للسيمنت وبقية الفايبر بوست بعد ما تكون وصلت لللينس المطلوب اللي هو الطول اللي كان بيحتوي على الفايبر. فده شيء لذيذ جدا انك تقدر تعمل ريتريتمنت بسهوله من غير ما يكون عندك ريسك انك تعمل بيرفوريشن استخدام النوع ده من البوست. كمان البوست هنا السيرفيس بتاعه بخلاف الفايبر بوست اللي استخدمتها قبل كده في رفنس محترم جدا، بيدي ريتنشن ممتاز مع السيمنت. طيب احنا دلوقتي عملنا بريبريشن للبلوك ده باستخدام الدريل اللي باللون الاحمر، بعد كده بجيب الفايبر بوست الكالر كودد باللون الاحمر اللي هو سايز 2 وابدا اتاكد انه بيوصل لللينس اللي انا عملت له دريلنج ليه، وان لما باجي اشده بيبقى معاه سلايت ريزيستنس بسيط زي اللي انا حسيته دلوقتي زي التاج باج بتاع الجتابركه. هنا البوست عامل ريتنشن محترم وفت وواصل لللينس اللي انا حددته، فاضل بس ان انا اعمل له سيمنتيشن. لو هتعمل السيمنتيشن باستخدام الاوفر سيم فانت مش محتاج تعمل اتشنج ولا بوندنج، انت محتاج بس انك تعمل رينسنج للكنال وتعمل لها دراينس كويس ببيبر بوينت، وبعدين تبدأ على طول تعمل الدليفري بتاع السيمنت جوه الروت كنال.